السلام عليكم مشاهدي، شوف تي في مع هذا البث المباشر مدينة وجدة مباشرة. معنا واحد الشاب اللي الأب ديالو تعرض لمحاولة قتل، والقصة يعني عجيبة وغريبة. السيد اللي بغى يقتل الوالد ديالو كيدعي أنه المهدي المنتظر. مجموعة ديال المعطيات خطيرة اللي غادي يسردها لنا اليوم الابن ديال الضحية اللي مسكين راه كوما. غادي نسولوه مجموعة ديال الأسئلة وغادي يجاوبنا إن شاء الله باش تعرفوا شنو واقع بالضبط. السلام عليكم. ممكن بعدا تقرب شويه الميكرو فمك، ممكن تحكي لنا هذا السيد هذا فين تعرفتوا عليه؟ بعدا هذا السيد هذا كان ديجا هادي شحال جا لوجدة هنايا، كيعرف شي دراري ولاد وجدة هنا، ضرب شي عام هنا في وجدة عاوتاني مشى، قول شي تقريبا لمدة 6 سنين ولا 7 سنين عاد ولا هنا لوجدة. من جا بقى عاقل على الدراري، كان في الاول يباتي في الزنقه، كان كل شيء يتهلا فيه، كل شيء يعطيه الماكله، كل شيء يعطيه الكسوه، كل شيء. انا بداتي واحد النهار كان البرد عطيتو الجاكيطه، بقيت انا بلا جاكيطه وعطيتها له. انا يا بداتي ضربك، انا يا ما فهمتش علاش ضرب الوالد نتاعي. لا دابا هاد السيد على ما قلت لنا نتايا كان ديجا عايش في تركيا كان مشى لتركيا باش يحرق وزقو طردقو في الفلوس، ولا وقع لنا انا هو المهدي المنتظر، انا هو المهدي، وحنا مالش نتيقو بهذا المهدي المنتظر. دروك انا يا باغي نعرف حاجه وحده، علاش ضرب الوالد نتاعي ضربه بوطه للراس صغيره، بوطه عامره، ضربه 3 ضربات، المخ فيه 3 ضربات، العنق مضروب هنايا، الكرش مضروب هنا بالمسل، الكرش يمكن قيس له الاستوما، العصوبه تحت الجداره نتاع الودن مهرسه. شنو نقول لك، العظم قيس له المخ، هادشي ما كان يقول لي الطبيب راه 7 ايام هو كوما، دابا قلعوا له 3 ايام بالله، دابا قلعوا له البنش باش استناوه يفيق والو. هاد السيد هذا قبل ما كانش عنده معكم شي مشكل؟ لا ما كان حتى شي عداوه، كنا نجلسوا نضحكوا نلعبوا كاع نشيخوا، ما كان حتى شي حاجه، كان يريح معنا برمضان وكان كورفيرمو، كنا نريحوا ونجتمعوا ونشيخوا. شنو نقول لك، هادي راه مده 7 شهور ولا 8 شهور بالله، هو كاري هو وياه عمرهم شي صار شي عاده. هو عاد با ما كيبغيش عليه بزاف، ما كيشوفو ما كيبغيش عليه عاد الوالد نتاعك. والوالد دار كان داري طابلة دخان، والوالد تاعي بصنعاء، نتاع عنده البنتوره، عنده خدام في القبس بصنعاء، كيما نقولوا كبير دار طابلة دخان. بهذيك الليله اللي قبل ما يتنضرب فيها قال لي ولدي اسمح لي بزاف، قلت له علاش ابا؟ قال لي عذبتك معايا بزاف في الكريه، قال لي انا راني نخرج قنبه، قلت له لا بهذه الهضره ما تقولهاش، قلت له واخا نقطعها من لحمي ونخلص الكريه. ايوا هذيك هي، جبت با 10 دراهم، شفت عيني عطاها لهذاك الحكيم اللي كيقول لهم مهدي المنتظر، قال له هيا يدير بها كاسكروت وعطاها 4 القرويات ماركيز، قال له نتلاقاو في البيت. با صدق سبقوا للبيت، طلع مع العشرة قل 25، طلع با للبيت، طلع رقد، طلع كان راقد، وهذا السيد ضربه دخل عليه مع 3 نتاع الليل، وكان مقطع الكار مع 4. ما قال لهمش علاش ضربته ولا شي حاجه؟ قال لهم تصنف لي بحال شي شيطان، واش باي بان له شيطان؟ واش باي يهودي؟ اكي يهودي وما ديرلوش هذاك الضرب، يهودي وما ديرلوش هذاك الضرب، يهودي. قتلت اخويا، واش راني نقول لك، راني مي حدني كنتفكر راني كنزيد نمرت، راه مين طاح باكوما انا اللي مازال ما كاين لي ما شربت، هو اللي عندي، هو كيما نقولوا النور تاع عيني. الا مشى الوالد راه حياتي تدمر كامله، هنا الا مشى الوالد راه تدمر حياتي كامله. انا خص الوالد نتاعي كيما نقولوا واخا نولي نشوف فيه النور اي شويه كاع، واخا يحيح العين. 7 ايام هو كوما، حيدوا له، حيد له، قال لي الدكتور حيدوا له البنج، هذه 3 ايام والو، تقبلوا العنق والو، ما بغاش يفيق والو، ما بغاش لا يتحرك، ما بغى والو. انا دروك ما فهمتش، بغيت ندير شي مساعده للوالد نتاعي يولي مليح، انا ما باغي والو، انا يا باغي ايه الوالد نتاعي اللي يولي مليح، هادشي ماني باغي كامل. دابا انت كتخرج الوالد ديالك من السبيطار، فين غتديه؟ انا تخرج الوالد نتاعي من السبيطار، هادي هي اللي راني خايف بها، هادي هي اللي راني خايف بها، الوالد خرج من السبيطار، هادي هي اللي راني خايف بها. مانيش عارف، مانيش فين نديرو، ما عنديش حتى الامكانيات، كيما نقولوا كيما كنت كاريلو هذاك المبغ قال لي كان عندي، كنت كاريلو ما حد، كنت نمشي عند السبيطار 7 ايام وانا نمشي نحاول تكمل. قرب شويه الميكرو باش الناس تسمع. انا يا دروك واش راني نقول لكم، انا بغيتكم شي مساعده
ماشي ليا الوالد نتاعي. انا يا كيما نقول انا راجل ونخدم في اي حاجه، وانا كي تحطوني كيفاش في ما حطوني نخدم، انا كندبر على راسي. شيء راني خايف نهار ان شاء الله الى فاق الى فاق. راك قال لي الدكتور خليه من الله. الصراحه واحد الدكتور دار معك اكثر من اللازم، الصراحه نتاع الله واحد الدكتور دار اكثر من اللازم معاه. ايوا واش راني نقولوا، نطلبوا من الله الشفاء، ولا بغى شي محسن يعاوننا يشوف الوالد نتاعي كاع يدخل هو يجي يشوف، وانا ما ندير والو هو يشوف. اللي فيه هو كاع فيه لا ضربه كراف، الضربه نتاع الراسيه اللي واعره بزاف كاع. قرب الميكرو فمك. الضربه نتاع الراسيه اللي واعره بزاف اخويا، المخ فيه ثلاثه ضربات، العظم مهرس له في الراس، ايموراجي في الراس. كي غادي يدير يعيش هذا البنادم؟ كي غادي يدير؟ نتمنى ان شاء الله الخير. اخر طلب للناس اللي كي اخر طلب اخوتي، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، والله يرحم الوالدين. انا ما خصني حتى حاجه، انا بصحيحتي الحمد لله، انا خصني اي الوالد نتاعي يتعافى، انا هذا الشيء ما خصني. وخاصني هذاك اللي كيقول لهم انا حكيم المنتظر يدي اقصى عقوبات، سي الحموشي. هذه رساله من وجده سي الحموشي، خصها اقصى العقوبات، اقصى العقوبات هذا الحاكم هذا. حنا كنا صرفنا فيه الخير وردوا فينا بالشر. كان البرد عطيتو جاكيتي قسما بالله الا عطيتو جاكيتي، قلت له ها هي حتى تدبر على راسك. المهم انا خليتها له هذيك الجاكيت، ما بغيتش كاع نجيبها عليه، علاش؟ كان يشفنا بزاف. دروك كان النساء هنا في الحومه كاع تهود تسقسي مرا بمرا، كلشي كان يتهلا فيه كلشي. ما فهمتش علاش غدروا انايا وضربوا. وناس الحومه كان هو كان يقول لهم بلي انا هو المهدي. واه كاع الحومات تسقسي اي واحد يقول لهم، واه يقول لك هذاك السيد كان يقولنا انا مهدي المنتظر، انا كذا كلش. كان يقولنا 30 سنه ماليش تخرج الشمس، وكان وما نسيح التجار راه خرج وماكوش عارفين شكون هو، وقنا عليه حنا شكون هو. يقولنا هو التليفون حقاش تجالو عنده عين وحده زعما على الكاميرا القداميه. فهمتني؟ فهمت. واش راني نقول لك اخويا؟ والله لو كان جيكم غير بحال الضحك بحال واحد نقولوا بحال نقولوا بحال الله يرحم الوالدين. يعني تجيبوها كتقصروا بها. واه بقى هكا، احنا ما كناش نبغيو بهذيك يقول لك ناطق باسم الله. شكون هو اللي كيقول ناطق باسم الله؟ كاين الله سبحانه والرسول. واه داير ناطق باسم الله في يوتيوب، ودخلوا وشوفوه. هاد السيد كان في تركيا دار الفيديو الاول في تركيا، عاد جا هنايا وبقى دار فيديوهات. دروك انا عاد مليبا بزاف، غضروا بزاف، وغادي تشوفوا التصاور تاعو، وغادي تشوفوا شي لا حوايج. انا ما قدرتش ندير حتى شي حاجه. درك الدوله هي اللي خاصها تكفل بهذا المجرم هذا، انا ما قدرت ندير حتى شي حاجه. صافي شكرا. هاني شكرا. غير المستمعين الكرام اللي كتفرجوا فينا، غير باش تفهموا الموضوع، هذا الاخ هذا واحد السيد كان ساكن معهم في الدار مع الوالد ديالو، كان كيدعي انه المهدي المنتظر. هذا السيد هذا كانوا كيتهلاو فيه وتعاملوا معاه مزيان، وحتى ناس الحومه تما كيتهلاو فيه. الوالد كان ناعس اصاحبي. ناض هذا السيد هذا واحد الليله تعدى على الوالد ديالو، يعني دابا راه الوالد ديالو في كوما، وكيسولوه البوليس قالوا له علاش ضربت هذا السيد هذا، تعديت عليه بغيت تقتلو؟ قال لهم اودي راه بان لي بحال الشيطان. يعني هذا يعني سيد مختل عقليا ولا ما مرض نفسيا؟ واه واه كامل القوى العقليه. لا كامل القوى العقليه، ويبغي يلبس البيض، والدراري يبغيو يجيبوا له الكسوه، يقول لك لا جيبوا لي البيض. انا دروك انا ما فهمتش، كان يجيبوا له الكسوه، نجيبوا له اي حاجه، يقول لك لا خصني انا اي البيض، انا هو المهدي المنتظر. واش المهدي المنتظر يتقرقب ويشرب سيليسيون ويضرب يديه؟ هذا هو المهدي المنتظر؟ شوفوا حالته كي دايره، قاعد ضارب راسه وكاع مضرب صدره وكاع يديه كاع. شنو نقول لك؟ لا اله الا الله وصافي. صافي شكرا عماد. كنتمنى من الاخوان انكم تساعدوا الاخ اللي تعدى عليه، تعدى على الوالد ديالو هذا اللي كيدعي انه المهدي المنتظر. الوالد ديالو معدي بزاف، وكي غادي يخرجوا من السبيطار ما عندوش فين يديه. اللي بغى يعاونه ولا شي حاجه غادي نخليو الرقم ديالو، هو غادي يخلي له اخر كلمه. وانا بهذيك الخلعه نتاع الوالد، بهذيك الخلعه نتاع الوالد نتاعي قاسني بالصفاه، لا طونسيو طاح لي 6 على 7. شنو نقول لكم؟ ما رانيش قاعد النعمه، مازال ما طاحت لي فمي الماء. فين بغي الناس نتفكر هذيك الهضره اللي قال لي با اسمح لي ولدي، اسمح لي ولدي بزاف عذبتك معايا. هذيك هي الهضره اللي راه باقيه فيا تحرق، ما باقي فيا انا والو. شكرا لحضرتك.
كنتم مع هذا البث المباشر مدينة وجدة مع هذه الحالة الإنسانية، كنتمنوا الشفاء لوالد ديالو العاجل، وهذا السيد هذا اللي كيدعي أنه المهدي المنتظر ياخذ أقصى العقوبة إن شاء الله. ومع التحية والاحترام، كنتم مع شوف تيفي مباشرة من مدينة وجدة، وشكرا.